كريم، احنا من التفاصيل للغنى حنجي للدوبات، وما بعيد على شعراء الدوبات الغنى، وما بعيد عليهم ان هم بيتفننوا وبيبدعوا في مساحات وفي مجالات عده. ابو بكر الاعسر، اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. يا اخي مرحبتين استاذه، وان شاء الله يا اخي نكون اضافه حقيقيه، وشاكر جدا انا تشروق لتحت لنا الفرصه دي. احنا قبل ما نبدا في تفاصيل الدوبات وفي كثير من الاشياء المرتبطه بابو بكر، رايك شنو ترحب بالجمهور بنص؟ والله يا اخي بقول نحن اصلا ناس جزيره، ارض المحنه الدافقه خيره، نحن ناس طيبين سماحه، وياما كم خلدنا سيره ونحن اصلا ناس جزيره. نفتخر ترباله والله، نزرع واعطونا منديل، الصعاب الباقية قاسية، ليها نحن دوامنا جندي، نرفد السودان بخيرنا وللعوج دائما نعدل، ونحن أصلا ناس جزيرة. يا سلام. نحن في كل حاجة غدوة، نحن أدبة، نحن شعرة، نحن ضباط الزخيرة، ونحن لجائينا مرحب، قلوبنا طيبات السريرة، ونحن أصلا ناس جزيرة. في العلوم شايلين مساحة، لينا حق نفخر صراحة، فينا قاضي، فينا عالم، فينا خصائي جراحة، وليها حق تفخر بلدنا باجتهاده بنجاحه، ونحن أصلا ناس جزيرة. ما بنفرق بين قبائل، هذا جعلي هذا شايقي ولا محسي ولا كاهلي، ديما ضاربين بالدلائل، واسألوا التاريخ علينا ما حصل ردينا سائل، ونحن أصلا ناس جزيرة. يا سلام، والله تحية لكل ناس الجزيرة، لكن ده تحيز كبير يا أبو بكر للجزيرة تحديدا. طيب ما تودينا معاكم مغط البداية والنشأة والميلاد. والله يا أخي أولا أنا كأبو بكر الأعسر مهما قلت ومهما اتكلمت عن غرية ومغد كأفضال علي أنا ما بقدر وفيها حقها. فغرية ومغد للناس الناس ما بتعرف، والناس الممكن ما عندها المعلومة بالتراث السوداني، كل أغاني التراث السوداني الآن المقدم والآن البتطرب كل وجدان الشعب السوداني هي أصلاً من غرية أم مغد. منايا لك ما وقف وتمنيت أنا وتكبر تشيل بيردف ماك لقى الطرف، البازل بابكر يجر القول والشكر، أنا ليه البازل بابكر، قلبك شجيع وصميم وداب الكر أخوي، أنا ليه بفش الضيم وقاهر من قديم، أنا ليهم بجور كلام دخلوها وصغير حام، فارس الحديد انحمل ما حرس وجري وصدرك موشح بالديم ما بخاف، سيد بيت انكبر زينو حق قال للرجال وينو الليلة. طبعا كلهم حبوباتك يا أبو بكر، كلنا حبوباتنا والله، زينب بيت بابكر ودموسى، والنور بيت بابكر، وعشة بيت موسى، ديل كاتبات الأغاني دي. فخلف الله حمد هو فنان، هو ملحن للأغاني دي، فهو أساسا خلف الله حمد يعتبر ان دي خالاته يعني. فالحاجه دي للاسف الشديد موجوده في البيت، انت انا لقيتها موجوده في البيت، معناها ما لقيت صعوبات يا ابو بكر في البدايات عموما يعني. بنلقى كثير من الشعراء بيلقوا صعوبه انه اول نص انا اقوله لمنو، ولا اول حاجه اكتبها ممكن امشي استشير منه. انت قمت في بيت اصلا موجود فيه الشعر وموجود فيه الغنى وعارف تفاصيله، بيت فني يعني. انا غير كده ما الحاجه دي زي ما بقول لك الجينات الابداعيه بتورث. في غرية أم مغد ممكن أسي لو مشينا لو مسكنا ناس كثيرين كده بتلقون شعر، بتلقون فنانين يعني. عندنا يعني بقول الخرطوم هنا حكامات ديل غنايات يعني، الواحدة لو في عرس ولدها بتلقى عنده 70 أغنية. فالحاجة دي كلها من غرية أم مغد، وكلها طالعة من غرية أم مغد. الحاجة الثانية المؤسفة ونحن مظلومين فيها تماما، الغنوات السودانية ضعيفة في التوثيق ده. يعني خلينا اتهم لك كل الغنوات السودانية كيف الآن بتجي بتتغنى أغنيتنا ليهم بجور كلام بيكتبوها تحت تراث. طيب لا غناء بتمشي تسأل قبل البرنامج ما ينتج، ولا فنان عارف، ولا معيد عارف، ولا أي حاجة. فيعني خلف الله حمد ما هنا ما بعيد محتاج لأنه يعني نعمل تفاصيل كثيرة في موضوع أنه نوثق للفن السوداني بصورة عامة ومجملة، وإحنا عاوزين نوثق لك هسه. والله أنا كمان عايز أديك بشرة ثاني أنه غناة الشروق ومتفقين على إعداد حلقة
وإن شاء الله التوثيق ده هيكون من قناة الشروق دي كل بشرة لها كل أهالي ومغد. نحن هنوثق للحاجة دي من خلال قناة الشروق إن شاء الله. جميل إن شاء الله. إحنا نتمنى يعني دائما كل المساحات وكل الفنانين كل المبدعين كل اللي أثروا وجدان الشعب السوداني في نواحي عدة هم يكونوا فعلا موثقين في مكتبة ضخمة هي تحتفظ بحقوقهم وإبداعاتهم وفنهم العظيم اللي قدموه. أبو بكر حنسمع شنو؟ طيب نسمع بقول بنياد عزة يا وطني العزيز أصفاطن حراير إلا ساحة الحارة كضب اللاتم المرقن هجير صف النصر ما فات لين الحق بنفخر ويسلمون نبواتن ما قالن بناتنا قعدوا يمرقوا رجال مرقن جملة ما خلن فراغ ومجال هتفن وقالن الزايدات مضار وجمال في شان الوطن موتنا بنشوف حلال أقسم بالذي خلق الخلايق ضمة ما بنرضال كان الشين والعفن والرمة أنا إن جابوا سيرتك عوج بنغمة برجي في كل مثل الضار بمرضة نحمة نموت بالعزة ما بيموت يمين بيهانة فوق عرض البيوت حرم نقابل الدانة رطن السلاح ودوت الجبخانة نهوش حرم والبتراخة ما هم عانة نحن الفرسة يوم ردح السلاح وزخير وما بهرشونا باليوم البحلق طيره الموج البياكل يابسة وخديرين عدينا فوق وفود وياك السيرو سبات في الزايلة في محن البلول حراس والخيل التجقلب في المحاص فراس القول والضلال والله ما من ناس فرس وعزة يوم ضق الطبول ونحاس كراما نحن مما قمنا فيها الزايلة نفسنا بتاب للشينة وفعايلة المايلة أخوك يا الحرة يوم ردح الخيول الجايلة فكر سديد وكف حديد وأيضا طايلة فكر سديد وكف حديد وأيضا طايلة. يا سلام يا سلام. الله يديك العافية. أبو بكر اختيارك للكتابة يعني دائما هي منتقى لقضية ما لمنطقة ما لتفاصيل بتاعت حاجات ممكن تكون عفوا أنت معايشة. كيف بيختار أبو بكر نصوصه وكيف بيكتبها؟ والله أول حاجة في زي ما قلت النصوص ال بتاعت القضية دي أول حاجة أي شاعر ما كتب شعر في القضية أو في الشيء الحاصل أو في الشيء شايفه فأنا بقول له والله أترك قلمك خذ قلمك وتاني ما تكتب لأن هي رسالة هي رسالة والشعر في حد ذاته رسالة. يعني أنا كان عندي قصيدة بتاعت قضية والله أنا تردمت فيها من ناس جيلي أو من بني جنسي يعني من الرجال. كانت عن شنو؟ كانت عن العلاقات العاطفية بالكذب والزول اللي بيمسك له بيت ناس ثلاثة واربعة سنة وهو غاشية وهي بهناك مصدقة ومؤمنة إنه الزول ده دائرة وكده هو كل عباس فاتردمت فيها ردم والله مبالغ. فبيقول لك يا أخي ما لك علينا وبيقول لك ما تسكت وكده ف يعني الكتابة دائما بتكون من واقع تفاصيل حياة معاشة من حاجة معاشة هي من حاجة واقع ومن حاجة معاشة. أما النصوص الثانية إذا كان نص عادي أو نص غنائي النصوص الغنائية دي نصوص مصطنعة بتتصنع صناعة يعني ما في نص غنائي إلهام شاعر. النصوص الغنائية دائما صناعة أي نص غنائي سواء كان عاطفي ممكن العاطفي يكون حاجة تهبش حاجات الناس وبرضو صناعة إذا كان عاطفي إذا كان أي قضية تانية دي حاجة لكن مثلا عامة كده النصوص الغنائية هي صناعة للشاعر بس. رغم انك ابو بكر يعني من الشعراء اللي عندهم نصوص غنائيه كثيره جدا وكثير من الفنانين اللي هم تغنوا لك. والله انا غنوا لي كثيرين والان في الاستديوهات عندي غنى مع فنانين وان شاء الله بيطلع في الايام الجايه دي وممكن يكون هنا يعني حصري على قناه الشروق في عمل ان شاء الله مع الفنان صديق عمر بيطلع في الايام الجايه دي منتصر هلاليه علي الشيخ موعودين بأعمال كثيرة إن شاء الله. طيب ما تدينا واحد من النصوص. طيب طالما إنه عرجنا على النصوص بتاعت القضية أديك نص قضية فبقول هو الحب شنو هو الحب شنو فاكرين إنه يا أخوانا سو كلام خدمة قريبة وبلمسة وحبك طرد مني المنام فاكرين انه ياخ قعدت نجيلة طقطقة صابع والسلام مع ناس كتير غاشين بعض تحت اللي بيسموه الهيام وهريت شنو
إنعل أبو الريض الصبح سلعب يا تجربة الجهال، وإنعل أبو الحب الصبح جوانا أصبح بيته مال منعول أبو الحب الخداع الفيه بالجدع العيال ما يقوم ما يقوم والدار اتملت، وكل السبب غشاها بالحب والخصال. هو الحب لعب، هو الريض لعب، جامعات بدل تعليم بقت، استغفر الله العظيم، الود شفت لبيس كمان وما شفت ووب 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 الود حليم، واستغفر الله العظيم. ويا انت هوي ما شفتها البيت مولع طاقة نار، كلم لي تسنيم تغنعة وقروشي هسي وحاضرة حار ثواني، يا ود يا شفت هسع بجيب ليك الشمار، وحدات كتير راحن كده، وحدات كتير راحن كده موهومة يا أخي شرفها طار، واستغفر الله العظيم. ويا أختي هوي هو يوعي الدرس، أبقي واعية وستفهم، ما ناس كتير راحت كده شامبارو شلات السجم، عربية موديل السنة وحلاقة ما مفهومة كيف، واليد اليد مستفة بالختم. هم ديل البشر، هم ديل البشر، ديل الملونة هموم وغم، واستغفر الله العظيم. أصل الفهم فعلا قسم، واستغفر الله العظيم، أصل الفهم فعلا قسم. يا سلام أبو بكر، يعني الكتابة للقضية ما هي بالشيء الهين، وزي ما قلت إنها هي رسالة بذات الكثافة للكتابة لواحد من القيم السودانية الجميلة، الحماس، سواء كان الفخر، الكرم، غيرها من التفاصيل دي. خلينا نقول برضو يعني الكتابة في مجال الدوبيت تحديداً، واللي يمكن دي أصبحت الآن في الفترة الأخيرة هي رائجة كثير يعني بالذات وسط الشباب، شنو اللي خلى إنه الدوبيت هو يطفو على السطح الآن؟ أول حاجة الآن المسيطرين على الساحة اللي هو شعراء الدوبيت، الحماسة. أنا ناسي مثلا لو مشيت قريت لك نصوص عاطفية أو كده ما بتلقي تفاعل، لكن امسك المايك ده والله نحن بعد كل منتدى بنشتغل جنزبيل يومين للحماس. اي أيوة والله العظيم، عشان حليقنا ده يرجع ودايرين الحاجه دي، وبتجي بتطلب بتقول لهم نصوص ولا دوبيت، بتلقاهم كلهم كوركوا بصوت واحد دوبيت، رغم انه اللي بيجي المنتديات هم شباب يعني فئات عمريه شباب، شابه كلهم شباب وكلهم، حتى والله حتى اقول لك الجنس الاخر أو الجنس اللطيف اللي هي البنات، يعني الواحدة ما بتكون فاهمة أي حاجة من التربية تقول، لكن منطربة حتى السمالة. فالاختفاء ذاته بتاع شعراء النصوص اللي احنا كنا بنعرفهم زمان هسه بيقوا ما في شيء ذات أو مختفين عن الساحة، فأنا ما أعرفهم هم موجودين في السودان ولا سافر. يمكن هي اختلاف الذائقة السودانية بصورة عامة، ويمكن لأنه ما كانت سابقا هي عندها مساحة وكثافة ووجود إعلامي، والآن أصبحت عندها مساحاتها. خلينا نتكلم برضو عن المنتديات والمنابر الثقافية اللي أتاحت مساحة، لأنه الشعراء هم بالنسبة لهم تبقى مساحة ومشاركات أبو بكر في المنتديات الثقافية والمنابر دي بصورة عامة. أول حاجة نحن زمان يعني قرينا جامعة الخرطوم، لكن حاليا جامعتين في السودان قاعد تصدر الإبداع ده للشعب السوداني، ومن هنا التحية لهم، جامعة النيلين وجامعة السودان، والآن جامعة بحري ماشي في خط في الخط. الناس دي الحياة عندهم ما أكاديميات، جامعة الخرطوم المتعارف عليها جامعة سياسية بحتة، كلها منابر سياسية، ما في المجال الثقافي ده ما فيه. انت ما كان لقيته لما كنت في الجامعة؟ ما كان في منبر؟ كنا بنمشي جامعة النيلة، يعني كنا بنمشي جامعة النيلة. شوفي حوش النيلين ده الآن لو بكرة أو أي يوم من أيام الأسبوع الأيام الرسمية مشيت جامعة النيلين بتلقي فنانين، بتلقي شعر، يعني مساحة إبداعية متكاملة خاصة الحوش. كل نجوم المجتمع ديل بتلقوهم قاعدين من هناك، المنتديات مدورة دي بالخصوص، المنتديات الجامعية بيدعونا لمنتديات في الجامعات بنمشي بنشاركهم. أما في المنتديات الثانية الليالي الثقافية اللي بتكون الليالي الثقافية، أولا تحية لمنتدي المنتدى رواية على الإبداع الثقافي وعلى رأسه أخونا إبراهيم البدري شمبات، منتدى ليالي الخمجان صدر المحافل،
أستاذة ماريا اليمني، فدي كلها منتديات نحن يعني بنعتبرها حقتنا، بدون دعوة بنمشي نشارك. ليه؟ لأنه ممكن الناس يكونوا يعرفونا. ومنتديات مدورة أسبوعياً، يعني الخرطوم دي لو مسكتيها بتلقي فيها في الأسبوع يعني عشرات المنتديات. فالحمد لله في حركة ثقافية ذاته في الخرطوم. أبو بكر طيب ما تسمعنا، رأيك شنو؟ أنت ما عصرت عليه. إحنا ما عاوزين نحرم المشاهد الكريم من إنه هو يستمع لأكبر عدد ممكن من النصوص. طيب سمعك بقول من بتر الجزيرة وللمناقل جوا عربا في هنا العز والمتان والقوة، ساحة الحارة يوم صهل للخيول والعوة شقاق صفوف وقت الرجال تتلوى، أهل الفرس يوم الناس تزحت الضارة وهل السبت ساحة الحارة ينقر طارة، أهل سبات أهل العزة أهل جسارة أهل الطامة في العكل بطير صقارة، بتب بالعزة يوم ما يقولوا عربي جزيرة بفخر بيها بلد ما انقطع يوم خيرة، أهل الطيبة بين خلق الله سمحين سيرة وأهل الطامة يوم ردح السلاح وزخيرة فيهم بكتب الغافية وبسيه غناي، إما قلت فيهم ذات شم معناي، أهل الحاك وكرم الطاي علو سماي ضيف الهجعة بتقولوا الغليل كفاي وين المطلهم ربط الزلط للضيف طلاق في ثلاثة فراسا يتموا الكيف، أهل الخير هم العم الحضر والريف جرارك حوبة ساحة الحارة شوفهم كيف، كرم الخوسة والدم المسل جداول حسن رجال تكرم مصل تب ما تحاول، خير أهل المدفك في الخلوق مداول مو جابوه ناقص يا ولد قم ناول، عزة وحات أبوك يا هج جزيرة وناسة والخيل التجقلب في المحاص فراسة، إن ضاقت عليك حر اللطام ودواسة صيح ليهن عرب الحارة بيبقوا أساس أهل الشوم وهل الروم وهل الغم وهل الصاق على الفايت الحدود حرم العكب سلاح صح تضرب والدم بشق صفوفة مهما كان عدوهم كم بشق صفوفة مهما كان عدوهم كم بشق صفوفة مهما كان عدوهم كم. يا سلام ما قصرت طبعا أسد جزيرة يا أبو بكر. بالتجوال يعني في مساحات مختلفة في حياة أبو بكر، وكيف إنها هي كان عندها تأثيرها في حياته بصورة عامة وفي كتابة النصوص تحديدا، فترة من الاغتراب عشتها، كيف كان تأثيرها على أبو بكر الشاعر؟ والله أول حاجة إذا كان في زول عنده الفضل في ظهور أبو بكر اللعزر وفي ظهور الاسم ده الشاعر محمد الحسن بن عوف ربنا يرد غربته، فمحمد الحسن كان بيقول لي أبو بكر أنت الناس أنت بتكتب لكن ما في زول بيعرف في أي محل داير تخد نص خذ صورتك عشان لو لقاك زول في الشارع يقول أيوة ده الزول الشاعر، فساعدني والله كثير وقف معاي والله العظيم وقفة، يعني أنا تعبت في البدايات استشارات هذي كيف هذي كده، كان لما جيت اشتغلت أول حلقة لي في قناة السودان أنا عشان تعرف الزول ده زول كبير كيف وزول، بعد الحلقة اتصل علي قال لي أبو بكر أنا بعد ما عندي شيء أقدمه لك أنت قدم للناس كيف، قال لي لو جاء زول شاعر مبتدي وسألك قال لك يا أبو بكر أنا دايرك تقيف معي وتعدي المعي وما وقفت معك ده القطاع اللي بيني ما بينك من هنا، فالتحية له من هنا وإن شاء الله ربنا يرد غربته. الغربة مصدر إلهام، ومعظم كتاباتنا معظم دوبيتنا معظم نصوصنا معظم كتبت هناك. ليه؟ لأنه الواحد بيكون قاعد مع نفسه كثير، بالذات قصائد الشوق والبلد والوطن والرجوع والغربة والتفاصيل دي هي بتكون أكتر في الغربة والتلفونات اللي بيجيك بالغلط. كثير من المواقف اللي لقتك يا أبو بكر، وممكن تكون في واحد من المواقف اللي عنده تأثير سواء كان هو موقف طريف أو حزين أو موقف ما إنساني، فبيكون هزاك من جواك وأجبرك على إنك تكتب واحد من النصوص. والله أنا أكتر موقف يمكن في الغربة ده جرسني كده غير قصايد الشوق أنا كان أول أغنية لي واتغنت لي وأنا نصها كاتبه في السعودية اللي هو غناها لي أحمد هاشم، بتقول أديك منها كبسولة
بتقول ارحل خلاص من سكتي. مريت جواي انطفت وغابت كمان انا ضحكتي ما انت ضيحت الحنان ومسخت لي كل دنيتي ارجوك ارحل مني فوت واقلب كمان لصفحتي. وغنى لي لما حبيب الروح يجور من قلبك اديه السلام ما الدنيا ما بتقيف عليها انساه وكان بينكم غرام. دي كلها نصوص اتكتبت هناك اللي هي اتكتبت باحساس معناها ما صناعه. ايوه دي بينه لما قلت لك في حاجات كده بتجيك باحساس. ف تاني هو القصائد بتحت الغزل المرابيع بتحت الغزل كده. جميل. يعني احنا ممكن اتكلمنا في تفاصيل كثيره واتكلمنا في نواحي عده. خلينا نتكلم اكثر عن انه في حياه الشاعر بصوره عامه في اشخاص زي ما أسلفت وقلت واحد من الشعراء ابن عوف اللي هو كان عنده القدح المعلف إنك تظهر كأبو بكر الأعسر بالضرورة بيكون في شخصيات تانية سواء كانت من الأهل من الأصدقاء اللي كانوا هم يد تانية بتعاونك في إنك أنت تمشي في مسيرتك كشاعر. والله أنا التحية للوالدة من هنا والله دعماني شديد دعمي كده يا خنا بداياتي بتسمع نصوصك بتسمع نصوصي و يا أخي نغماتي دي يعني كانت بتكشر بها ذات تحية لها من هنا وربنا يديها الصحة والعافية. فالنغمات دي لو في زول ساعد في انتشار نغمات أبو بكر الأعسر والله الوالدة النغمات اللي هي النغمات اللي بتكون موجودة في التلفونات البرامج لحنا شيل أضغط نجمة وشيل النغمة. فمتى ما يجوا يقعدوا معاه ناس شيلوا نغمات شوفوا نغمت. فانتشرت والله هو سبب رئيسي. لا هم شديتها معاه في الأرباح ولا لسه؟ لا قاعد نتقاسم كويس يعني ما راحت. لا ما راحت حقوقها. أبو بكر رأيك شنو تسمعنا؟ طيب أنا حسمعك المرة دي غزل. جميل نسمع. وإنه أنا الغزل حقي ما قاعد أقرأه لكن الليلة مننجلد. جميل. وبقول بتاتي المشية كالوزينة وبالسين سهام عينيك دي بتعزينة بالنون والغلم بيصاد بزيد تحصينة بالياء ثم ميم سمحة وخدود هرتينة. عرفت الاسم ولا ما عرفته؟ حاس بروحي من تعب البدورها أليم ساكن ريتها في جوايا والله عليم يوم حسيت وودوني المشافي سقيم قالوا لي الفصيلة كتبت أوه تسنيم المثل بدر التمام الهلة شوفت تزعد الزول المصاب بعلة أنا يا صاحبي في صلوات يقول لا حول قول تسنيم ولي تسنيم وعاد يا الله الصيد المثل حور الجنان وصافه يكهرم ماسه للزول البعيد الشافه أنا العاجبني غير حسنه وسماحة هافه زي مهر الصبق عالي وغلي دردافه تسنيم آية تسنيم زوج وتسنيم جنة مثل قلب الرضيع مليان سماح ومحنة قلبي من زمان لا دق لا يوم طن مما شاف عيونه رطن وقال لي كتينو أقول الحاكة الدقشت قبيل الوادي ولا الفاغة الحور في الجمال بيغادي أنا يا صاحبي عادة شفت تبمو عاضي طشيت واندلهت وخبري جابوا الرادي الدكتور عادل بيشبهوها قلال انضمت تشوف الشهد يتدفق وسال غير ما انه سمحه وراسي هادي ادبال كمل وزينه قدلتها وبدورها حلال كمل وزينه قدلتها وبدورها حلال. يا سلام يا سلام. التحيه لتسنيم. طيب التحيه لدكتوره تسنيم من هنا ليها التحيه. نحن كمان بنحييك ابو بكر. وانا يعني في كثير من التفاصيل اللي مشينا لها في حياه ابو بكر يمكن في مساحه فن غير الدوبيت وغير النصوص وغيرها. أبو بكر كان من أوائل في أوائل حياته غنى في الدورات المدرسية. هل ممكن تخلي مجال الشعر وتمشي لمجال الغنى بما أنه هو كان بداية الأولى لك؟ والله يا أخي أنا بدايات الدورة المدرسية كنت بغني لكن أبوي قال لي تاني ما تغني. قال لي صوتك شيء ما تغني. لقيت في مجال الشعر احسن. هاي قلت له خلاص خليته. فشاركنا الدورات المدرسيه. ممكن انا اذكر اسم شخصيه هو يكون ما متذكرنا الان. انا دفعتي في الدوره المدرسيه الشاب سعد. ياهم التحيه. اي الشاب سعد ومن هنا له التحيه. كان شاركنا في الدورات المدرسيه على محليه المسيد
وكده شاركنا بمدرسة أمغت. الحمد لله يعني ما حصل شاركنا في حتة ما جينا منها بميدالية والله، والحمد لله رب العالمين. جميل. مدرسة أمغت الثانوية والله كنا رافعينها بالميداليات، وكانت ما حصل مشى إصطاف من مدرسة أمغت مشارك في دورة مدرسية في حتة والله ما جينا راجعين بميدالية واثنين للمدرسة. يا سلام. إن شاء الله ربنا يوفقهم، ومن هنا إنه يهتموا بالمجال الثقافي داخل المدرسة. اتجهنا تاني لشغل صناعة الغنى والتلحين. أنا كل الكلمات اللي أنا كاتبة دي كلماتي والحانانة، فبقينا على تلحين بس الغنى خلينا. أبو بكر والله إحنا سعدنا جدا بالمساحة دي يعني، ويمكن هي مرت سريعا من خلال التجوال في حياتك وفي مختلف التفاصيل، وعرجنا حتى في شعرا ويعني لحنا وفنا في كل التفاصيل اللي أنت كانت موجودة في حياتك. مساحة أخيرة ماذا أنت قائل فيها قبل ما تختم لنا بنص؟ والله مساحة أخيرة، أول شيء التحية لأي زول، ما عايز أعدي أشخاص، لكن لأي شخص بيعرف أبو بكر اللازر، والتحية لأهالي قرية أمغت بصفة خاصة. شاكر جدا جدا لكل فرد في قرية أمغت على الدعم اللي أنا لاقيه منهم. شاكر جدا جدا لإدارة نادي أمغت، وهم الآن من ضمن العشرة فرق المؤهلة للدوري الممتاز، وإن شاء الله ياخي التوفيق ونشوفنا السنة دي في الدوري الممتاز. التحية لرئيس نادي غرية أمغت السيد محمد بن عوف أبو أواب. التحية لكل فرد. التحية لصاحبي وصديقي جدا سير عثمان الأخدر. الزول ده أنا في أي منتدى بمسك المايك بكون خايف إنه الزول ده يجي علي، وحاجة زول يده قدر كده يعني، أنا انضربت من الزول ده ضرب ما عادي. التحية لك من هنا، أبشر أبشر وبيضرب. يا سلام. فالتحية له من هنا يا أخي، وإن شاء الله يا أخي تكون هو حاضرنا الآن لهم التحية كلها. فختاما أنا شاكر جدا جدا مرة تانية لقناة الشروق ولإتاحة لي الفرصة دي، وزي ما كنا وإنت عايزك تكوني وعدي من هنا لأهالي أمغت إنه الحلقة بتاعت التوثيق بتاعة أغاني غرية أمغت تكون التقديم إنت. والله أنا أسعد جدا يعني، وأنا أحتفي بأنه أكون موثقة لغرية أمغت لكل التفاصيل الجميلة الموجودة فيها، لكل المبدعين الموجودين فيها. ويمكن هي مساحة نحن بنتمنى أنها تكون مش بس لقرية أمغت، لكل السودان يعني، أي مبدع في أي مكان في أي قرية في السودان نحن نتمنى أنه هو يجد حظه ونصيبه من التوثيق. أبو بكر والله إحنا احتفينا بك جدا، لكن برضو قبل ما نختم عاوزين منك نص. طيب بقول قدر ما تلقى خاوي واعتمد للنية، براها الزايلة بتوريك رفاقة النية، في المي دايما تلقى لك خلوق دونية، وفي ليال ليلة روحهم بالمودة غنية. قالوا النية زامل السيدها مهما قبل، خلها صافية حكم الزايلة ليه تقبل، عقلك خلو فاتح اوعى من الطبل، احذر من تخاوي الرمة والبتهبل. محنهم قدود كل ما تزيد الضيق، تقابل باسي من يمناك وجدت رفيق، زول الضحكة والنظم الملان تلفيق، ما تفخر بتب وتقول معايا شقيق. خاوي الكل ما ضيق بك بتب وبسندك، لا تخاوي العرور الكل هم لعندك، رفيق الخيبة ينقفيت بلوكك يفندك، ومحمل الوطيس مازن بيكرك زندك. خاوي الديمة ليك ورب الضعاف حلال، لا تخاوي البطبل للرجال شامال، الخوان بقت فسد وفسد ونميم، وقوال ما بتلقاها في الحارة وسترة الحال. خاوي القلب بالإيمان دوام مسكون، لا تخاوي بفوتك فوق هموم، مغبون وحاط اسم الله وحاط اسم الله وحاط اسم الله، مهما كنت انت تكون مصيبتك تابة، والله يقول له بتهم مصيبتك تابة، والله يقول له بتهم. يا سلام أبو بكر الأعسر، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك، شكرا جميلا لكل النصوص اللي عطرت بها مساء ظلال الأصيل لهذا اليوم.